مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم ومعكم من صباح الشارقة في برنامج صباح الشارقة. في هذا اليوم إن شاء الله تكون حلقة جميلة جدا، حلقة منتصف الأسبوع. عديدة هي الفقرات مشاهدينا الكرام التي نقدمها في هذا البرنامج المتنوع، إن شاء الله راح نتكلم عنها. بداية اسمحوا لي أن أصبح على كل فريق البرنامج المتواجدين معنا، بداية المخرج الجميل رائد الدلاتي، أيضا الأستاذة آمنة الكتبي، أيضا الأستاذة أنوار وكل فريق العمل. المصورين اليوم معنا أستاذ نادر شعلان، أستاذ محمد الحمصي، خولة، بس هذي اللي معنا صح؟ طيب هذي المصورين اللي معنا. وأيضا اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن نصبح على زميلتي بوهيثة اللي المفروض أبدأ فيها، لكن أنا حطيت الختام عندك أساس تبدي الحلقة. صباح الخير بوهيثة. صباح النور محمد، أكيد أصبح أيضا على كل المشاهدين وكل متابعي برنامج صباح الشارقة. حلقة جديدة تجمعنا معكم لمدة ساعة ونص، نحاول من خلالها مشاهدينا أن نقدم لكم مجموعة من الفقرات المنوعة، سواء من أخبار محلية عالمية، أيضا فقرات التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد جولاتنا اليومية في أسواق الشارقة، وكذلك ضيوفنا اللي من خلال تواجدهم بالاستوديو نحاول أن نتعرف وياهم على الكثير من المعلومات من خلال المواضيع اللي نطرحها. نرحب بالجميع، نتمنى للجميع يوم سعيد، وفي البداية نعرفكم بأهم فقرات هذه الحلقة. ايضا مشاهدينا الكرام نذكركم بوسائل التواصل الخاصه بالبرنامج، بدايه عبر الارقام التي تظهر اسفل الشاشه. بامكانكم طبعا التواصل معنا في اوقات البرنامج من خلال هذه الارقام من داخل الدوله وايضا من خارج الدوله. الوسائل الاخرى فيسبوك، لتويتر، ايميل البرنامج، صفحه اليوتيوب، انستغرام الخاص بالمؤسسه، ايضا ايميل البرنامج والموقع الاونلاين الخاص بالمؤسسه، وايضا التطبيق اللي يحمل اسم SMC، بامكانك تحميل هذا التطبيق ومشاهده ايضا كل البرامج. نوعيه المشاهده مشاهدينا الكرام من خلال الانترنت بطريقتين. الطريقه الاولى اما عن طريق الموقع، تنزل هذا التطبيق وتشاهد كل يعني البرامج الخاصه بالمؤسسه وكل القنوات التي تطرحها المؤسسه السته بفقط يعني كبسه زر. بالاضافه الى ذلك ممكن المشاهده من خلال موقع مؤسسه الشارقه للاعلام، تدخل عليه وايضا تشوف النقل المباشر اول باول. بالاضافه الى ذلك يعني بامكانك مشاهده كل الحلقات من خلال يعني موقع اليوتيوب، يعني طبعا بعد الإعادة كل برنامج حسب إذا كان ينزل بنفس اليوم أو حتى اليوم الثاني. فقط تكتب اسم البرنامج وأيضا تاريخ هذه الحلقة أو بعض الضيوف أو المذيعين أو فريق العمل الموجود، فعلى طول الرابط يعني ينقلك إلى هذه الحلقة اللي عرضت في يوم سابق. بالتأكيد هي فرصة للجميع أن يكون على تواصل دائم مع مؤسسة الشارقة للإعلام ومع كافة البرامج اللي مقدمها. صحيح. نبتدي حلقتنا مشاهدينا ويا أخبارنا المحلية مثل ما تعودت ويانا. أول خبر ويانا بعنوان: حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الشارقة وملقة الأسبانية. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس بمكتب سموه في مبنى الجامعة الرئيس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الشارقة وملقة الأسبانية. يأتي توقيع المذكرة إدراكا من الجامعتين للمزايا التي تجنيانها من إقامة علاقات تعاون فيما بينهما، وتهدف إلى إنشاء علاقات تعاون أكاديمي وتعليمي وتطوير تفاهم متبادل بين الطرفين. ومن بين البنود التي تضمنتها المذكرة أن يوافق كل من الطرفين على تطوير الأنشطة التعاونية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك على أساس المساواة والمعاملة بالمثل كتبادل الأكاديميين والباحثين والموظفين والإداريين وتبادل طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وإجراء مشاريع بحثية تعاونية وأنشطة تدريبية وإشراف مشترك على أطروحات الدكتوراه وإنشاء مناهج دراسية مشتركة وتبادل المنشورات والمواد الأكاديمية وغيرها من المعلومات ومشاريع مشتركة ذات طابع ثقافي وتنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل وحلقات نقاشية وتطوير أي أشكال أخرى من أشكال التعاون ذات المصلحة المشتركة.
إذن مشاهدينا، هذه أول أخبارنا اليوم. حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الشارقة وملقى الأسبانية، وبالتأكيد يعني ما زال محمد الدعم والاهتمام الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة بطلبة العلم بالتعليم من خلال يعني هذه المشاركات وأيضا هذه الاتفاقيات. اليوم أيضا التعاون كبير بين جامعة الشارقة وأيضا الجامعات الإسلامية الكبيرة في العالم، مثل هذا التعاون يعني، ومثل ما ذكرنا أنه بيكون في علاقات تعاون أكاديمي وتعليمي وتطوير تفاهم متبادل بين الطرفين. أيضا مجرد الزيارة، أيضا زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، تواجده دائما بالقرب من الطلبة والطالبات، أيضا الاستماع لهم، المحاولة الدائمة لتقديم كل الدعم لهم في مجال العلم والتعليم، بالتأكيد هذا يعني يحفزهم بشكل كبير وأيضا يعطيهم دافع وخطوات للأمام. ما ننسى أيضا اليوم تدشين العديد من التطبيقات أيضا الخاصة بالجامعة واللي ممكن فعلا تخدم الطلبة بشكل كبير. إذن يعني خطوة جديدة، وهو مذكرة التفاهم بين جامعتي الشارقة وملقى الأسبانية. يعني خلينا نكون واضحين شوي، سبب تطور جامعة الشارقة الحرص الكبير من حاكم الشارقة. الجامعات في العالم كثيرة متنوعة بإمكانياتها المادية والهيئات، هيئات التدريس، وأيضا إمكانياتها ممكن العمرانية، وأيضا برامج التدريس التي تكون في مثل هذه الجامعة. ولكن الحرص الكبير اللي تكلمتي عنه من حاكم الشارقة هو سبب تطور هذه الجامعة وحب الطلبة لهذه الجامعة. أيضا الحرص في اختيار يعني جهات التعاون. اليوم جامعة مثل جامعة ملقى الأسبانية يعني أكيد جامعة لها تاريخ كبير أيضا، فأيضا اختيار الجهة، اختيار هذا التعاون ما بين الشارقة وغيرها أيضا، أو بين جامعة الشارقة وغيرها من الجامعات الدولية، أكيد بيطور. واليوم مو بس حتى بيطور يعني لجامعة الشارقة، حتى اليوم تجربة جامعة الشارقة ستنقل لجامعة ملقى الأسبانية. اليوم ما ننسى مثل ما ذكرت أن التطور اللي وصلت له الجامعة، أكيد هذه الخبرة كلها وهذا الوقت والتاريخ كله سينقل أيضا للجامعات الأخرى. صح، نتمنى التوفيق للجميع، إن شاء الله يجعل هذه الأعمال في ميزان سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. مشاهدين الكرام، ننتقل أيضا لخبر آخر بعنوان سلطان يدشن منظومة المؤتمرات المتلفزة الذكية بجامعة الشارقة. دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس بمبنى كليات الطلاب في الجامعة منظومة المؤتمرات المتلفزة الذكية التي تربط جامعة الشارقة بشقيها الطلاب والطالبات مع فرعيها في كل من خرفكان وكلبا. وكان سموه قد شهد جانبا من الدروس والمحاضرات المقدمة عبر هذه المنظومة، حيث كانت القاعة مرتبطة بكل كل من قاعة مبنى الطالبات بالشارقة والقاعات في كل من فرعي خولفكان وكلباء. واستمع سموه والحضور لشرح تعريفي من الدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة حول مكونات منظومة المؤتمرات المتلفزة الذكية في جامعة الشارقة وأهدافها وآلية عملها، موضحا بأن هذه المنظومة تتكون من 4 قاعات دراسية مرتبطة ببعضها البعض عن طريق شبكة الإنترنت، وتشمل قاعة للطلاب وأخرى للطالبات بمقر الجامعة في الشارقة، وقاعة بفرع الجامعة أو بفرع الجامعة بخرفكان، ومثلها في فرع الجامعة في كلباء. ويمكن ربط هذه القاعات ببعضها ثنائيا أو كلها مع بعض، بحيث يتم نقل المحاضرات أو أي نشاط تفاعلي أو علمي آخر من إحدى القاعات ومشاهدتها والتفاعل معها من قبل القاعات الثلاثة الأخرى، وذلك باستخدام تقنيات رقمية ذات كفاءة تقنية عالية من حيث الصورة والصوت. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الخبر يتحدث عن تدشين حاكم الشارقة منظومة المؤتمرات المتلفزة بجامعة الشارقة. تكلمنا عن يعني فرعي الجامعة أيضا في كلباء وخورفكان، ويعني المقر الرئيسي للجامعة في الشارقة، قسم الطلاب وأيضا الطالبات. أهمية هذه الشاشة أو غرفة المؤتمرات المتلفزة وعملية الربط اليوم مع التطور بهيثة،
مثل هذه الأمور موجودة المفروض وتكون صحيح. في كل جامعة، حتى في بعض المرات في كثير من يعني الغرف التي تجمع يعني المناطق أو الإمارات أو حتى القاعات الرئيسية لعملية يعني نقل المعلومات. اليوم مثل هذه الغرف مهمة للطلبة، عملية الربط الإلكتروني، عملية الربط مع الشبكات، ما يحدث في هذه الجامعة ممكن مشاهدته في جامعة أخرى، يعني نقل مشترك، أيضا عملية التفاعل. يمكن نحن شاهدنا جزء من هذه الأشياء في بعض الأفلام، عندما كان يكون هناك مثلا اجتماع بين مثلا الرؤساء على سبيل المثال صحيح. في فيلم الأفلام، ويتم ربط هذه الشبكة وتجد كل تلفاز يحمل صورة شخص معين ويتم صحيح. الحوار والنقاش بينهم. مثل هذه المؤتمرات أو قاعة المؤتمرات جميلة جدا لخدمة الطالب، مواكبة العصر، وأيضا تقديم المعلومات بصورة سهلة وسريعة. بالتأكيد مثل ما قلت يعني أهمية التكنولوجيا اليوم بشكل عام، أيضا أهمية التعليم الذكي. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبر آخر. سلطان بن أحمد القاسم يؤكد أهمية استقطاب الخبرات والاستفادة من الممارسات الدولية للارتقاء بالاتصال الحكومي. أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أهمية استقطاب الخبرات والاستفادة من الممارسات الدولية المتعلقة بقضايا الاتصال الحكومي، مشيرا إلى التعاون مع أليستر كامبل المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ومدير مكتب الاتصالات لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يأتي ضمن برامج المركز الرامية إلى إيجاد منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي أدارها أليستر كامبل ونظمها مركز الشارقة الإعلامي لموظفي المركز حول الأجندة الحكومية ودورها في تنظيم الفعاليات والبرامج وإدارتها إعلاميا، بما يعزز الحضور الإعلامي المتميز لإمارة الشارقة بمختلف الوسائل الإعلامية محليا وعربيا ودوليا. إذن سلطان بن أحمد القاسم يؤكد أهمية استقطاب الخبرات والاستفادة من الممارسات الدولية للارتقاء بالاتصال الحكومي، وطبعا جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي أدارها أليستر كامبل منظمها مركز الشارقة الإعلامي لموظفي المركز حول الأجندة الحكومية. أهمية هذه الفعاليات محمد، أيضا هذه الورش بتأكيد بتعطي كل الأطراف خبرة كبيرة في مجال طبعا يعني الأجندة الحكومية بشكل عام. طيب مسألة الخبرات مشاهدينا الكرام، وأيضا استقطاب مثل هذه الخبرات سواء يعني المشاركة الدائمة أو حتى لفترة معينة أنه يعطي دوره ويذهب مهمة جدا. اليوم روتين العمل وعملية ثقافة هذا الشاب أو هذه الشابة في أي مؤسسة حكومية المفروض تدعم من خلال أما ثقافته أو من خلال المحيطين فيه، وحتى هذه راح تكون محدودة لأن نطاق يعني الثقافة راح يكون محدود، إنما عندما يتوسع ينظر إلى ثقافات الآخرين من خلال يعني الاطلاع عليهم أو حتى من خلال استقطاب بعض الخبرات اللي يقدم هذه التجارب اليوم من خلال محاضرة واحدة قد يقوم هذا الرجل بإعطاء مجموعة من المعلومات ومجموعة صحيح. من الخبرات التي سهر عليها إلى يعني هؤلاء الموظفين صحيح. أيضا تكسر الروتين اللي نتعود عليه اليوم في المؤسسات، فلذلك تكون رفرش يعني إذا صح التعبير أو تنشيط لهذا الموظف إنه يداوم يعني في الأسبوع القادم يكون يعني ماخذ معلومة جديدة وأيضا مغير روتين العمل. صحيح. أيضا هذه الورش أكيد مثل ما ذكرنا في الخبر أنه بتعزز مكانة الشارقة صحيح. إعلاميا يعني سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. أهمية هذه المشاركات لها أهمية اليوم، ما ننسى المكانة الكبيرة لإمارة الشارقة في هذا المجال، لذلك أيضا علينا أن نعززها بشكل كبير إعلاميا من خلال صحيح. المشاركة ومن خلال أيضا استقطاب هذه الخبرات والتكثيف أيضا من هذه الورش والفعاليات. أيضا مشاهدين الكرام ننتقل لخبر آخر بعنوان لجنة احتفالات اليوم الوطني 43 في إمارة الشارقة تعقد اجتماعها الأول. أكد محمد علي النما رئيس لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 43 حرص اللجنة على تنظيم فعاليات متميزة في مختلف مدن إمارة الشارقة بهدف إشراك الجميع في احتفالات اليوم الوطني لهذا العام، وأشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية في الشارقة التي لا تلو جهدا في إبراز هذه المناسبة الغالية على قلوب مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بالصورة التي
تليق بها. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقدته اللجنة المنظمة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور عدد من ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية المختلفة في الإمارة بهدف تحديد لجان العمل وتوزيع المهام عليها ومناقشة الفعاليات المزمع إقامتها في اليوم الوطني. إذن يعني لجنة احتفالات مشاهدين الكرام اليوم الوطني 43 في إمارة الشارقة تعقد اجتماعها الأول برئاسة محمد علي النمار رئيس لجنة الاحتفالات في إمارة الشارقة. يعني كل سنة نرتقب هذه الاحتفالات مشاهدين الكرام، في كل إمارة تكون هناك احتفالات جميلة جدا. يعني شاهدنا من خلال الخبر يعني الهدف من هذه الفعاليات وهي إشراك جميع الجميع في الاحتفال، سواء كان صحيح. مواطن أو مقيم أو حتى زائر في هذه المناسبة، يعني مناسبة جميلة جدا. يعني كتبت على خارطة الطريق اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن الدولة تنافس في جميع المحافل في يعني وهي نموذج في كثير من الأشياء. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة منهج لكثير من الدول سواء حتى النامية وحتى المتقدمة. لذلك هذه الاحتفالات مشاهدين الكرام مهمة جدا. الآن عندما يفرح المواطن بهذا اليوم يجد الاحتفالات يعني في الشوارع صحيح. المؤسسات الحكومية تشارك، حتى يعني الموظفين، الكل في هذه يعني الأيام يكون سعيد. لذلك اللجنة تكون حريصة دائما على وضع الأنشطة وتوزيعها في كل الإمارة، ما صحيح. تحصر في جهة معينة وأيضا تهمل في الجهة الأخرى، لا، الكل يتشارك. لذلك هذه الاجتماعات مثمرة جدا خصوصا إذا كانت مبكرة. بالتأكيد، لأن الكل مثل ما قلت يترقب هذا اليوم والفعاليات اللي بتكون موجودة. لا تنسى بعد محمد، أنت ذكرت أن اليوم هذه الفعاليات ما تكون في منطقة واحدة، تكون صحيح. في أكثر من مكان. لذلك اليوم أيضا تنظيم وترتيب هذه الفعاليات والأنشطة اللي بتكون موجودة حتى يظل طبعا يعني الترتيب موجود، ما يصير مثلا أي نوع من في مكان معين أو حتى على مستوى الازدحام مثلا صحيح. أو شيء، يتم الترتيب لكل تنسيق. هذه الفعاليات من قبل حتى يكون في هذا اليوم الكل يشارك. ما ننسى أن الفعاليات أيضا تكون موجودة أكثر من جهة مثل ما ذكرت، حتى يعني على مستوى المباني نشوف التزيين على المباني في شوارع الإمارة، مشاركة الكل، مشاركة من الجميع، حتى السيارات نشوفها مزينة. لذلك اليوم أيضا الترتيب والتنسيق لمثل هذه الفعاليات، لأن الفعاليات يمكن يعني اللي حضر هذا اليوم في دولة الإمارات شاف إش كثر هي الفعاليات كثيرة ومتنوعة حتى ترضي الجميع. صحيح. نتمنى لهم كل التوفيق. أعتقد بهذا هو ما يشوف فقط الفعاليات، هو يرى الحب يعني صحيح. لهذا الوطن صحيح. عندما يتفاعل الجميع في مثل هذه المناسبة، عندما يقوم بتزيين سيارته أو حتى يعني لبس علم الدولة أو حتى صحيح. رفع العلم، المشاركة في هذه الفعاليات، تجد الأم، تجد الطفل، تجد الأب، تجد الجد، الكل مشارك، وهذا دليل على الحب لهذه الدولة. بالتأكيد. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبر آخر. الهلال الأحمر في الشارقة ينفذ فعالية مجتمعية لمساعدة الأسر المتعففة. نظم فرع هيئة الهلال الأحمر في الشارقة مبادرة مجتمعية بعنوان لون حياتهم، تستهدف رعاية الأسر المتعففة في المجتمع المحلي في الإمارة وتقديم يد المساعدة الإنسانية لهم، وذلك في إطار الخطة التشغيلية لإدارة المتطوعين في الهيئة للعام 2014 الخاصة برعاية المبادرات المجتمعية. وأكد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر في جميع مدن الإمارات لتقديم المساعدة للأسر المتعففة وتوفير بعض احتياجاتهم الضرورية. وقال أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع من الأسر المتعففة وتوفير بعض احتياجاتهم من الضروريات المنزلية وإدخال الفرح والسرور على جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المتطوعين ميدانيا في مثل تلك المبادرات لاكتساب المزيد من التجارب والمهارات في مجال المبادرات المجتمعية. إذن مشاهدين الهلال الأحمر في الشارقة ينفذ هذه الفعالية، فعالية لون حياتهم، وتستهدف رعاية الأسر المتعففة. ما ننسى طبعا
الدور والمجهود الكبير للهلال الأحمر في مساعدة الأسر المتعففة في إقامة العديد من الفعاليات والكثير من المبادرات المجتمعية لخدمة الجميع. جميل محمد مثل هذه المبادرات صحيح. يعني اللي تدخل السرور لقلوبهم أيضا بطريقة جميلة. ويمكن يعني النقطة الجميلة أيضا في الخبر تكلمنا عن المتطوعين اليوم, أيضا مشاركة المتطوعين بتأكيد تعطيهم خبرة أكثر من خلال وجودهم ميدانيا في مثل هذه المبادرات وهذه الفعاليات. وفي النهاية يعني كل هذه الفعاليات بتعود بالنفع على كافة الأطراف سواء الأسر المتعففة أو حتى المتطوعين والمشاركين في هذه المبادرات. طيب يعني احنا تحدثنا في أيام كثير عن هيئة الهلال الأحمر وأيضا مشاركاتها سواء الخارجية وحتى في داخل دولة الإمارات والجهد الكبير الذي يقومون به سواء من موظفين أو حتى متطوعين. يعني أنا ركز شوي على هذه الفئة, فئة المتطوعين اللي يشاركون في يعني هذه الحملات وهذه المساعدات. اليوم يوم تجده في الشارع يعني في الشمس يقوم بعملية المساعدة وحتى جمع التبرعات إن شاء الله في ميزان حسناته, وهذا يعطيك يعني شيء عن فطرة البشر دائما صحيح. الإنسان اللي يحب يعطي الخير يقف في أي مكان ويساعد أي شخص. لذلك مثل هؤلاء الأشخاص احنا نوجه لهم كل الشكر والتقدير وإلى الهيئة أيضا. أكيد كل التقدير لهم على جهودهم. ننتقل وياكم مشاهدينا وجولتنا الصباحية في أحد أسواق إمارة الشارقة. اليوم طبعا الزميلة علي المنصوري موجودة في سوق التمور, بتعرفنا على الأنواع, بتعرفنا على الأسعار الموجودة. صباح الخير علي. يا هلا ومرحبا فيكم بهيثة ومحمد. معنا اليوم من مهرجان التمور والرطب السنوي. طبعا هذا المهرجان اللي يقام أو إحنا المكان اللي اخترناه اليوم هو بجانب سوق الخضار والفواكه, وإن شاء الله بيستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم. بنتعرف مع بعض على أسعار وأنواع التمور الموجودة عندنا في هذا السوق. السلام عليكم. سلام. لازم تيني شوية عشان نشوف أسعار التمور. أول شيء هذا النوع شو اسمه؟ هذا في أمبر. أمبر. أمبر مال وين هذا؟ سعودية. مال سعودية. كم سعره تقريبا؟ 40 درهم. 40 درهم بالنسبة حق هذا النوع. انزين وهذا النوع اللي هني؟ هذا مال الإمارات اسمه سلطانة. سلطان كم سعره؟ 25 الكيلو من الزيت صح؟ من الزيت سلطان. انزين وهذا النوع؟ هذا في مجدول اسمه. مجدول مال السعودية. مال سعودية. سعره 50 هذا 40. 40 درهم بالنسبة حق هذا النوع من التمور. انزين اللي ورا؟ هذا مبروم. 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 كم سعره تقريبا؟ 30 درهم. وهذا شو اللي هني؟ مال الإمارات سكري. سكري. انزين سكري كم الكيلو؟ 25 درهم بالنسبة حق السكري. انزين علبة ال دبس هذا كم سعره؟ 25 علبة. 25 درهم بالنسبة حق علبة الدبس هاي. شوف معانا هني هذا شو؟ هذا هلالي. هلالي كم سعر الكيلو؟ 15 مال الإمارات. هذا النوع بالنسبة حق النوع الهلالي. انزين تعال معاي هني نشوف أنواع الرطب اللي عندك. هذا الرطب شو نوعه؟ سلطانة. بعد سلطان. انزين كم الكيلو؟ 25 درهم بالنسبة حق سلطان. انزين والنوع الأحمر؟ خصاب. كم الكيلو؟ 15 درهم بالنسبة حق النوع نوع الخصاب اللي هو محلي صح؟ محلي. انزين وهذا النوع لولو. لولو كم سعر الكيلو؟ 15 درهم بالنسبه حق اللولو. انزين وهني حبات الرطب الاحمر هاي خصاب. بعد خصاب نفس الشيء بس بسر. انزين كم سعره؟ 15 درهم بعد بالنسبه حق هذا النوع. انزين هذا لولو ولا هذا بعد نوع هلالي؟ كم سعر الكيلو؟ 20 درهم بالنسبه حق كيلو الهلالي. انزين بالنسبه حق التمر اللي ورا خلاص مال وين هذا؟ مال الامارات محلي. مال وين؟ مال الامارات. امارات. انزين كم سعر الكيلو؟ 15. بعد 15 درهم بالنسبه حق شو قلت لي خصاب صح؟ خصاب. انزين والرطب الاحمر اللي هني 15 درهم. انزين شو نوعه؟ خصاب. خصاب كل الاحمر اللي موجود عندك خصاب كان صح؟ الاحمر كله خصاب. انزين وهذا سقاي اماراتي ولا سعودي؟ من الإمارات. كم سعر الكيلو؟ 20 درهم. وهذا النوع؟ هذا سكري. سكري كم الكيلو؟ انزين هذا شو هلالي؟ بعد هلالي الكيلو 15 محلي. انزين خلصنا من هذا المحل ونشوف مع بعض
هني شو عندنا من انواع التمور المختلفه. سلام عليكم. عليكم السلام. خبرني عن الانواع اللي موجوده عندك. اول شيء تخبرني عن هذا النوع. هذا خضري سعودي. خضري سعودي، كم الكيلو؟ 25. 25 درهم بالنسبه حق الخضري. اللي وراه سقاي، كم الكيلو؟ سقاي سيم 25. 25 درهم بالنسبه حق السقاي. هذا لولو ولا محلي؟ لا امارات. هذا الامارات من العين. هذا اللولو عندنا من مزارع العين. كم سعر الكيلو؟ هذا 15. 15 درهم بالنسبه حق اللولو. انزين، والنوع اللي فوقه؟ صفاوي من المدينه. صفاوي من المدينه، كم الكيلو؟ 35. 35 درهم بالنسبه حق الصفاوي. انزين، والنوع اللي تحته هني؟ هذا خلاص، هذا محلي 10 ريال. 10 دراهم بالنسبه حق الخلاص المحلي. والنوع اللي فوقه؟ هذا الربيع. الربيع ربيع سعودي، كم الكيلو؟ هذا 20. 20 درهم بالنسبة أيضا حق هذا النوع. أنت موجود هني ولا واحد ثاني؟ انزين تعال. هذا شو لولو؟ هلالي. هلالي كم الكيلو؟ هلالي 20. 20 درهم بالنسبة حق الكيلو. محلي؟ محلي هذا النوع من الهلالي. هذا هلالي بعد ولا لولو؟ لولو. كم الكيلو؟ 15. حباته صغيرة تكون اللولو. انزين، شو عندنا بعد هني هذا؟ انزين تعال انزين شوية. مصلي، اوكي، كم الكيلو؟ هذا 15. 15 درهم بالنسبة حق الكيلو، هذا هلالي ولا؟ برحي، كم الكيلو؟ هذا كيلو 20. كيلو 20 بالنسبة حق البرحي. والرطب الأحمر؟ هذا أحمر قصاب. خصاب، كم الكيلو؟ قصاب هذا 20. 20 درهم بالنسبة حق الخصاب. آخر موسم طبعاً لهذه الأنواع الموجودة من الرطب. كانت هذه جولتنا اليوم من مهرجان الرطب والتمور السنوي. نذكر مشاهدينا أنه مستمر إن شاء الله حتى نهاية أكتوبر، وموجود أيضاً في فروع مختارة من جمعية الشارقة التعاونية، جمعية حلوان والرحمانية والقراين. نرجع لكم الحين يا أبو هيثم ومحمد لاستكمال فقرات برنامج صباح الشارقة. حياكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمر معاكم في صباح الشارقة. شكرا لزميلتنا عليا المنصوري. منو كان معنا المصور؟ استاذ عقبه ربيع، نوجه له ايضا التحيه والشكر على هذا النقل الجميل. ايضا نشكر زميلتنا بهيثة اللي كتبت الاسعار، بنحاول نقراها. طبعا الارقام واضحه ولكن الاسماء، طيب الاول شو كان؟ كاف نون باء راء. كنبر؟ لا عنبر. طيب. محمد انا قلت لك لا تعلق على طيب خطي. ما راح اعلق، بس بنحاول نقرا يعني شوي شوي. طيب عنبر كان ب 40 درهم، سلطان 25 درهم، المجدول كان ب 25 درهم، المبروم كان ب 30 درهم، السكري ب 25 درهم، الدبس ب 25 درهم، هلالي اماراتي ب 15 درهم، سلطان ب 25 درهم. طيب المهم محلي ب 15 درهم، اللولو ب 15 درهم، خلاص اماراتي ب 15، الخلاص الاماراتي ب 15 درهم، هلالي المحلي ب 15 درهم، خضري السعودي ب 25 درهم، اللولو طبعا محلي ب 15 درهم، الخلاص ايضا المحلي ب 15 درهم، البرحي ب 20 درهم، وباقي اثنين ما عرفت اقراهم. طيب هذه نترككم الحلقه الجايه ناس ما يقول راعي. المهم اغلبهم قريتهم محمد. لا لا لا، شفت ان خطي مو بصعب، خطي سهل جدا، ولكن في بعض الكلمات ما اعرف، يمكن يعني انا ما عرفت النوع، يمكن ما عرفت اقرا الكتابه. دائما في الرطب في مشكله استاذ نادر، يوم تروح ممكن تمشي معاك مره واحده تقول له هذا برحي ولا هذا خلاص تعرفهم، انما الباقي تضيع. تقول له هذا لولو يقول لك سكري، تقول له هذا خلاص يقول لك لا برحي. صح استاذي؟ هي الانواع كثيره بعد. اللولو ما حد يعرفه ها؟ طيب يقول لي استاذ محمد ان اللولو صعب انك تعرفه استاذ محمد الحمصي، لكن استاذ محمد يعرف اللولو. طيب مشاهدين الكرام نروح لفاصل، وبعد الفاصل راجعين. بين الغيم مثل حمامتين
طيب نوجه تحية شكر خاصة للأستاذ رائد الدلاتي اللي مو معطينا فرصة اليوم نتكلم في أشياء، لكن الأنشودة جميلة جدا، صح يا رائد؟ حتى المناظر جميلة صح؟ تعال علق يا رائد. طيب إذن مشاهدينا الكرام كل الشكر لفريق العمل القائم على هذه الأنشودة. شو تقول أستاذ نادر؟ تصوير الطيارة. ها؟ طيب إن شاء الله كان جميل جدا. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل لأخبارنا المتنوعة، والخبر طبعا جميل جدا إن شاء الله يطبق في كل دول العالم بعنوان مسدس يجبر السائقين على ترك هواتفهم أثناء القيادة. طورت شركة أمريكية جهازا جديدا على شكل مسدس وظيفته منع قائدي السيارات من استخدام أجهزتهم النقالة خلف عجلة القيادة بفضل قدرته على رصد الأشخاص الذين يكتبون رسائل نصية أو يجرون مكالمات هاتفية أثناء القيادة. وقالت الشركة المطورة كونيكس التي تتخذ من ولاية فيرجينيا مقرا لها إن الجهاز يستطيع كشف رادارات الرسائل النصية والإشارات الصادرة من إجراء مكالمات هاتفية أو أي إشارة توضح أن السائق يستخدم هاتفه الخلوي أثناء القيادة ليبلغ الشرطة كي تتمكن من اتخاذ اللازم حيال هذا الأمر. وأشارت الشركة إلى أن هذا الجهاز أداة مثالية للدول التي تجرم وتمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة من ضمنها المملكة المتحدة، بينما هذا القانون يختلف داخل أمريكا من ولاية إلى أخرى، لكن معظمها تسمح بالهواتف بالمكالمات الهاتفية دون الرسائل النصية. خلينا نشوف الصورة رائد للهاتف، في صورة ثانية أو للمسدس هذا ولا في صورة ثانية؟ طيب إذن هذه الصورة مشاهدين الكرام للهاتف اللي للهاتف للمسدس أنا آسف اللي يرصد الهاتف من خلال ارجع. طيب ارجع عندي رائد. طيب ايوه رائد شكرا يعطيك العافيه على هذه اللقطه. اذا مشاهدينا الكرام يعني شفنا هذا المسدس استخدامه جميل جدا. اليوم نحن تطبيق القانون في اي دوله ان لم يكن يعني قانون صارم يعني ممكن ما نمشي فيه. مساله انه اليوم ندفع المخالفه ولا لا، والله شافني حد ولا ما شافني، هذه راح تمشي. لكن اذا كان هذا موجود المسدس وماسكه مثلا رجل الشرطه او اي شخص في الشارع وعطاك اشاره مخالفه مخالفتين، اعتقد راح توقف استخدام الهاتف في السياره. مساله التحذير ومساله القوانين اللي توضع لخدمه الانسان، واذا الانسان ما حب يستخدمها يدفع المخالفة اللي عليه، لأن في النهاية إذا أنت ما كنت يعني خايف على مصلحتك وخايف على أهلك فبعض الأحيان القوانين تكون يعني شديدة، لذلك المفروض تكون يكون تطبيقها فوري. والله أظني الشركات والمطورين احتاروا يعني ما عارفين شي يسوون من برامج أو أجهزة وما تجيب النتيجة ترى اللي يخلون الناس ما يستخدمون الهواتف. حلوه الفكره يعني مساله ارسال الرساله ان حتى لو ارسل صحيح الترددات عن طريق الترددات هذه تعطي اشاره للشرطه ان في مثلا هذا الشخص في هذا الوقت وهو يسوق يعني ممكن انه يرسل رسائل. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبر اخر، نينجا لاسعاد الاطفال المرضى. أدى فقدانه لوالديه في صغره إلى التعاطف مع المرضى خاصة إذا كانوا من الأطفال، ويحاول التخفيف عنهم حتى لو بتسلق نوافذ المستشفيات في زي سلاحف النينجا. هذا ما يفعله جاك سبرين عامل تنظيف الزجاج في مركز بنيامين راسل الطبي في الأباما، الذي اقترح على زملائه وإدارة المركز ارتداء زي سلاحف النينجا وتنظيف الزجاج لإطفاء البهجة على الأطفال الذين ينتظرون بشغف وسط الممرضات وأهاليهم، وهم يرتدون أيضا زي شخصياتهم المفضلة من السلاحف. يعني موقف إنساني جميل اللي هو التخفيف يعني عن المرضى خصوصا الأطفال. يمكن الكبار محمد ممكن أنهم يتحملون مثلا الآلام أو يتحملون مثلا وجودهم في المستشفى، لكن الأطفال بالنسبة لهم صعوبة أو صعوبة وجودهم أيضا في المستشفى مثلا تلقيهم العلاج. لذلك جميل يعني لفتة إنسانية من عامل النظافة هذا أنه يقدم لهم أو يكون على الزجاج بهذا الزي، ممكن أنه يسعدهم ويمتعهم. صحيح. وفي النهاية هو هذا الشيء يعني التعاطف وياهم من فقدانه لوالديه أدى أن يكون متعاطف مع المرضى وخصوصا الأطفال. جميل يعني حتى مسألة استخدام النينجا شيء جميل، خصوصا أن هذا أو
نوعيه الرسوم المتحركه اللي كانت في فتره سابقه مايكل انجلو واخوانه الاربعه والمدرب، يعني جميله جدا في عمليه تذكير حتى الطفل. صحيح. في هذه الاشياء. صحيح، ومن الشخصيات المحببه. صحيح. وايد للاطفال. صحيح، كل واحد كان ياخذ الحرف اللي مشابه لاسمه. طيب لذلك انا حافظ فقط مايكل انجلو يعني كان بالميم. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل لخبر اخر بعنوان ابتكار لتحويل بقايا القهوه الى اكواب صديقه للبيئه. بدلا من رمي بقايا القهوه المستعمله فان ايكو سليف ميكر تجد طريقه جديده للاستفاده منها وتحويلها الى عبوات صديقه للبيئه وفعاله بشكل كبير من اجل استخدامها في شرب القهوه الصباحيه. وتمتلك هذه العبوه رائحه مذهله وتعطي للقهوه طعما افضل. اداه ايكو سليف ميكر لا زال مقترح تصميمي جديد لإعادة القهوة الصباح أو لإعداد القهوة الصباحية، بالإضافة إلى أن هذه الأداة تمنح أكواب القهوة بعض الجمال الخاص عن طريق النقش أو الكتابة على السطح الخارجي لها. في النهاية فإن هذا الابتكار يساعد على انخفاض الطلب على الأكواب الورقية أو البلاستيكية، وبالتالي توفير المال وخاصة للشركات التي تخصص جزء من نفقاتها على الأشياء الإضافية مثل أكواب القهوة. طيب أنا ما جمعت مع الخبر بشكل كبير، لكن اللي فهمناه من الخبر أنه بإمكان يعني هذه الشركة، طبعاً آمنة حذفت منه أشياء كبيرة في هذا الخبر، خصوصاً يعني بعض الأسماء الصعبة اللي ما قدرنا نقراها، خصوصاً اليابانية بشكل عام. إذن كان عنوان الخبر مشاهدين كرام ابتكار لتحويل بقايا القهوة إلى أكواب صديقة للبيئة. جميل هذا يعني الابتكار، يعني عملية خدمة البيئة وعملية التغيير في نوعية يعني الأدوات التي يعني يشرب فيها القهوة. اليوم نشوف البلاستيك ونشوف الفوم ونشوف أيضا الكرتون ونشوف الزجاج، هذه موجودة بشكل عام. صحيح. ولكن الواحد المفروض يستخدم يعني الجلاس أو الكباية أو الكوب المناسب لعملية الشرب. اليوم نفس ما قال الدكتور زلزلة فضة في كثير من يعني حلقاته، أيضا بالأمس تحدثت مشاهدين الكرام مع زميلتي رشا وأيضا زميلنا جمال عن نوعية هذه الأنواع اللي ممكن واحد يعني يشرب فيها وخصوصا المسببة للسرطان. صحيح، لكن الجميل يعني في الخبر أن اليوم بقايا القهوة، نعرف أن بعض الأشخاص يعني من نوع اللي يحبون القهوة بشكل كبير، لذلك جميل الاستفادة من هذه البقايا بتحويلها لأكواب صديقة للبيئة. أيضا مثل ما سمعتوا في الخبر، وبتأكيد بما أن من بقايا القهوة بتأكيد بيكون فيها هذه الروائح الجميلة. طيب إذا مشاهدينا الكرام يعني انتهت أخبارنا المتنوعة لهذا اليوم، صح بويثة ولا في خبر لا جديد؟ لا لا صح. طيب. لكن بننتقل لتويتر. طيب. اليوم ننتقل قبل أروح لتويتر، ننتقل مشاهدينا الكرام لتطبيق جميل جدا اليوم، يعني الحكومة الإلكترونية والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، لذلك كل مؤسسة حكومية في الدولة وخاصة المفروض يكون عندها موقع خاص فيها يروج لها وأيضا يعرف بالخدمات وعملية التواصل مع الجمهور بشكل سريع. اليوم ننتقل لحكومة الشارقة، طبعا موقع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فقط تكتبها باللغة العربية وحتى تكتب هيئة تعطيك اختيارات كثيرة وتدخل لهيئة يعني الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال موقع جوجل. طبعا هذه الصفحة ما أعرف إذا واصلة عندك رائد، ايوه المفروض واصله صح. طيب هذه اذا مشاهدينا الكرام نشوف رائد نشوف الصفحه. طيب هذا عنوان الصفحه، هذا الموقع، الموقع بشكل عام طبعا اللي تهتم بالسياحه وايضا الترويج لاماره الشارقه بشكل كبير، يعني نفس ما نشوف مشاهدينا الكرام التراث والثقافه، الترفيه، التعليم، السياحه، اي شيء في اماره الشارقه بامكانك الدخول اليه وايضا التعرف يعني على بعض المناطق السياحيه والاماكن في اماره الشارقه، ايضا تحديث يعني كل ما يحدث في اماره الشارقه. طبعا نفس ما نشوف مشاهدينا الكرام معرض الصور، طبعا في الصور المكتبة المرئية وأيضا المشاهدات الحية، طبعا الخدمات أيضا في
في نقطة جميلة، خطة رحلتك اللي أو خطط رحلتك اللي نشوفها تحت مشاهدين الكرام، في أو أنا آسف خطط رحلتك، هذه رسالة للمشاهدين كيف ممكن تخطط الرحلة من خلال يعني الخدمات السياحية الموجودة، تحويل العملات، التسوق، أيضا دليل فنادق، خارطة الشارقة وال يعني اكتشافاتي. طبعا أنا أعتقد من أهم الأمور خارطة الشارقة، بإمكانك تدخل وأيضا تشوف الأماكن الأثرية السياحية الترويجية، المباني الحكومية، وممكن من خلالها يعني نشوف يعني خريطة إمارة الشارقة. طبعا هي خريطة تفاعلية سهلة، احنا بس طب رائد بس أساس موضوع التحميل، وهذه موضوع النت يعني أمور بسيطة، أنا فقط يأخذ وقت، أعتقد أيوة الأمور ماشية على خير. الخريطة المفروض موجودة عند كل شخص، يعني سائح مواطن مقيم. عملية التنقل في كثير من الأحيان، يمكن اليوم احنا استغنينا بعض الأحيان عن الخريطة من خلال الجي بي اس أو مواقع الإرشاد الموجودة. طبعا هذه مشاهدينا الكرام الخريطة اللي تشوفونها، أنا كبرتها، حاولت أكبرها لإمارة الشارقة. طبعا بإمكان الواحد أن تشوف التفصيل الجميل، أيضا الألوان، عملية التقسيم بين المناطق، أيضا ترقيم المناطق، المنطقة الصناعية 1 إلى المناطق الأخرى، طبعا في الصناعية رقم 17، مويلح التجارية. طبعا انزين احنا بدينا في الصناعية، طيب لا سيارتي الحمد لله جميلة ما فيها شيء. طيب عندنا مشاهدين الكرام من الأماكن السياحية في إمارة الشارقة، في إمارة الشارقة بحيرة خالد من أهم الأماكن في إمارة الشارقة، أيضا يعني فيها العديد من الأمور، واجهة المجاز أيضا فيها نفس ما تشوفون المشاهدين الكرام المائية، أيضا يعني عندنا بعض الأماكن اللي ممكن تروح لها وتتنقل فيها. طيب خلينا ندخل المشاهدين الكرام لشكل تفاعلي سريع. طيب النت يا رائد أخذ راحتي. طيب مسألة بهيثة وجود مواقع في إمارة الشارقة، المفروض الواحد حتى لو ما عنده خلفية عن هذه المواقع المفروض فقط يفكر انه ممكن يعني يدخل يشوفها او يطلع عليها. مسألة الاطلاع 5 دقائق تاخذ من وقتك، راح تعرف كثير من الامور بشكل كبير، خصوصا أكيد. محمد، مو بس حتى الموجودين في دولة الامارات، حتى الزائر لدولة الامارات. اليوم ما ننسى ان امارة الشارقة تستقطب عدد كبير من الزوار ايضا، فبالتاكيد هذه بتفيدهم بشكل كبير من خلال تعرفهم على هذا الموقع اللي يقدم العديد من الخدمات والكثير من المزايا اكيد عن امارة الشارقة. طيب احنا فتحنا هذا الموقع لسبب أساسي، هو مشاهدة يعني فيديو جميل عن إمارة الشارقة بالتصوير بطريقة جميلة جدا، وأيضا استعراض لأغلب الأماكن السياحية، فإن شاء الله بنشوف إذا فتح معانا ولا لا يا رائد. طيب هذه نقطة. نقطة أخرى مشاهدينا الكرام المفروض على كل شخص يعني يكون متابعها، مسألة تحميل التطبيقات. أنا اليوم عندي في هذا الهاتف مجموعة من الأشياء ممكن أحملها بطريقة مجانية سهلة. صحيح. أي مكان إذا ما عندك نت تروح تشبك واي فاي وتنزل يعني هذه التطبيقات. هذه التطبيقات أفضل من الدخول عليها من خلال النت، لأن التطبيق عندما يكون محمل عندك يكون بطريقة جميلة جدا. صحيح. سهلة، والهاتف يعني متعرف عليه بشكل كبير. طيب ما أعتقد أن الصورة راح تفتح. طيب خلينا نشوف مشاهدين الكرام بعض الصور الخاصة بإمارة الشارقة، طبعا منها ميناء خرفكان اللي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، وطرحنا يعني هذا السؤال كان يوم السبت أعتقد آمنة. طيب هذه الصورة مشاهدين الكرام خاصة بميناء خرفكان، وتجد يعني أسفل الميناء مجموعة من الصور الخاصة بيعني الميناء، وأيضا المواقع السياحية والتراثية والترويجية في إمارة الشارقة. طبعا كنا نحب نستعرض الموقع بشكل كبير، لكن المرة القادمة إن شاء الله راح يكون مخزنين الصور ونستعرضها بشكل سريع. طيب نروح لتويتر. لا بننتقل. طيب زين، لأننا ما محضرين اليوم تويتر. طيب مشاهدين الكرام نروح لبهيثة. طيب بننتقل وياكم مشاهدينا لهذا التقرير عن أحدث الأجهزة في عالم المال والبنوك، واليوم طبعا من البنك المركزي وجهاز جديد لفرز وعد النقود، نشوفه ولا نعوده. ضمن المساعي الدؤوبة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير جودة وكفاءة النقد المتداول بين الجمهور مستخدم النقد، ألحق مؤخرا آلات لفرز وعد النقد وإتلاف الغير صالح للتداول منه ضمن أجهزة عالية الدقة والجودة. قامت إدارة المصرف المركزي خلال
السنوات الأخيرة بتحديث الأجهزة الخاصة بعد وفرز النقد في كافة فروع المصرف المركزي. هذه الأجهزة تقوم بفرز الأوراق النقدية المودعة من قبل البنوك التجارية، ويتم التخلص من الأوراق النقدية التالفة، ويتم طرح الأوراق النقدية القابلة للتداول من خلال سحوبات البنوك التجارية. هذه الأجهزة تقوم بالتخلص من الأوراق بموجب معيار معين يجعل الأوراق النقدية ذات كفاءة عالية وذات جودة عالية حتى يتمكن الجمهور من حصول على أوراق مناسبة. يقوم الجهاز بقراءة جودة الورقة النقدية، وبالتالي الورقة النقدية فقط الجيدة هي ما يتم دفعه مرة أخرى للبنوك، أما الأوراق النقدية التالفة فيتم إعدامها. هذه الآلات تعمل على المحافظة المستمرة للنقد، فالنقد المتداول بين أيدينا مر عليها مسبقا وضمنت لكل شخص قيمة نقده، فهي شاملة لكل مقاييس السلامة والسرية المتعارف عليها في النقد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، من خلالها نتعرف على بعض الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم لكن في أعوام مختلفة. أول حدث ويانا في مثل هذا اليوم من عام 1817، إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد. وفي العام 1846 اكتشاف كوكب نيوتن من المرصد الفلكي برلين، وذلك بفضل ملاحظات العالم الفلكي الفرنسي أوربان. وفي مثل هذا اليوم من عام 1856 بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية. أيضا وفي العام 2004 افتتاح بنك بريطاني الإسلامي ABB ليكون أول مصرف إسلامي بريطاني في بريطانيا. كما يصادف 23 من كل عام اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية. طيب مشاهدينا الكرام، في الحدث رقم 2 اللي كان في العام 1846 انا قلت نيوتن، هو ليس نيوتن، نبتون. طيب اذا نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين معكم. حياكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمر معكم في صباح الشارقة. في ظروف السفر أو الانشغال بأمور أخرى يحتاج البعض إلى من ينوب عنه في متابعة بقية أعماله، لذا تكون الوكالة القانونية هي الحل الأمثل، ورغم أنها وجدت لتسهيل أمور الناس إلا أنها قد
تجعلها أكثر تعقيداً في ظل وجود حالات النصب والاحتيال، فكيف يمكن ضمان الحقوق بين كل من الموكل وأيضاً الوكيل؟ يجيبنا مشاهدين الكرام عن هذه التساؤلات وغيرها من الأمور المتعلقة بالوكالة الأستاذ حبيب بولاد، مستشار قانوني وعضو في جمعية الإمارات للمحامين ومحكم تجاري ودولي. حياك الله أستاذ حبيب وصباح الخير. أهلاً وسهلاً. صباح الخير، أهلاً وسهلاً. حياكم الله. طيب خلينا نتكلم عن الوكالة بشكل عام عساس نوضح للمشاهدين. الوكالة تعتبر كوثيقة أو كعقد اتفاق بين الوكيل وبين الموكل أساس أنه ينوب عنه ويمثله في أموره قانونية أو تجارية أو غيرها يعني إلى آخره. طيب نعم جميل. طيب شو أكثر أنواع الوكالة تداولا بين الناس، يعني أكثر الأنواع اللي يستخدمونها؟ اللي يستخدمون الوكالة العامة أو الشخصية، عرفت كيف، أو القانونية. الوكالة الشخصية تعتبر إنها على شيء معين، فقرات معينة تكتب فيها 1، 2، 3. والوكالة العامة تشمل كل الأشياء التمثيلة في تداول العقارات، في تداول متابعات الدوائر الحكومية والمحلية، ويمثلها بصفة شخصية. حلو. طيب تدخل فيها البنوك والشيكات ولا لا؟ الوكالة العامة تدخل فيها في حال إذا تطلب الأمر لذلك. أها، يعني يكون متفق عليها. نعم، متفق عليها بين الموكل والوكيل. طيب جميل. خلينا نتكلم عن بعض الالتزامات المفروض يعني يلتزم فيها الموكل وأيضا يلتزم فيها الوكيل. على حسب الاتفاق بين الموكل والوكيل. على أساس إن إذا في حال إن عنده مثلا ظروف داخلية كشغل كأعمال قانونية في إنه يأخذ مكانه في حال لما يكون مسافر اللي هو الموكل. جميل، حلو. نعم، طيب. جميل. طيب في حال مثلا اضطر الوكيل انه مثلا يتخذ بعض الاجراءات او يتصرف في بعض الامور مثلا دون الرجوع للموكل، هل يجوز له او يحق له في حال وجود الوكالة بينهم؟ لا طبعا، هذا غير قانوني، لانه هم راح يتفقون على شيء معين، وفي بعضهم ما بيتفق، بتكون وكاله شامله، واذا مثلا طلع عن النص الوكاله فهو ممكن الموكل يتخذ اجراءات القانونيه ضد الوكيل. طيب عمليه اتخاذ الاجراءات القانونيه المفروض واضحة عند الاثنين، ولكن كيف يبدأ في عملية التصرف؟ ممكن اول شيء يتاكد من الموضوع، ممكن يروح للجهة القانونية، بحيث انه يعني هو للآن إذا أنا شكيت في موكلي أو من أعطيته هذه الوكالة، ما بأخسره من البداية، وما بمثل أدخل معاه في سجال وأدخل معاه في مشاكل، كيف ممكن أتصرف أني أتأكد من الموضوع بعدين أحولها لمسألة قانونية؟ هذا طبعا في حال إذا الوكيل يعني ما اتخذ إجراءات القانونية الصحيحة. حلو. زين، فالموكل على الأقل إنه المفروض إنه عبارات تكون موجودة بالوكالة، مسجلة بالوكالة، بيكون الأفضل، أو أن الموكل يلجأ إلى كمستشار قانوني أو كمكتب من المكاتب القانونية. حلو. يعني ويشرح لهم الأسباب على أساس أنه في موضوع الوكالة. نعم. طيب أستاذ، اليوم ذكرت لنا أكثر من نوع من الوكالات، الوكالة العامة، الوكالة القانونية، الشخصية. نحن بنتكلم عنهم بالتفصيل، لكن اليوم هل الوكالة لها وقت معين؟ يعني هل من خلال الاتفاق يتم الاتفاق على وقت معين لهذه الوكالة، ولا تكون على حسب الوكالات؟ هذا لأن في وكالات، بعض الوكالات إن تتخذ وقت كامل، يعني شهر، شهرين، ثلاثة، على حسب الموكل. يعني هو معطي الوكالة للوكيل على أي أساس؟ يعني في حال كتابة هذا التوكيل مثلا وهذه الوكالة يتم الاتفاق، يكون أحد بنودها مثلا أن هذه الوكالة لمدة شهر مثلا، لمدة شهرين؟ لا، على حسب إنهاء المعاملة للموكل. طيب حلو. طيب إذا أنا حطيت وكيل لخدماتي كما تسمى، لأنه يمشي في أمور كثيرة، لأن أنا منشغل في كثير من الأحيان، طيب هذه الوكالة أنا أقدر أجددها سنويا؟ يعني ممكن نتفق معه أن هذه الوكالة تكون 3 أشهر وتجدد كل 3 أشهر أو كل سنة، هذا موجود؟ هذا موجود طبعا، بس هي تكون وكالة تجارية. يعني أن أنا أقوم بأعمال تجارية لك أنت معينة سنويا مثلا، هذه الوكالة محددة لمدة سنة بس. طيب محددة فيها الوقت وأيضا محددة فيها الأعمال اللي يقوم بها. نعم. صحيح. نعم. طيب جميل. طيب سؤالي، إذا أنا حددت بعض الأعمال وتطلب أن من خلال ضغوط العمل، من خلال الشغل، أنه ممكن يقوم بأعمال أخرى، تعاد الوكالة من جديد ولا ممكن تضاف إليها؟ لا، ما تضاف إليها. إذا في حال مثلا أشياء ثانية غير مذكورة بالوكالة، ممكن يسوون ملحق
ملحق للوكالة بنفس الوكالة اللي هي السابقة. طيب جميل. نعم جميل. أستاذ اليوم يعني مجرد إعطاء الوكالة لشخص معناته أنت تعطيه الحق في التصرف في بعض أمورك مثل ما ذكرت سواء شخصية تجارية مثلا أو عقارات أو، لكن اليوم كيف الموكل يقدر يضمن حقه في حال تعرض للاحتيال؟ يعني اليوم أنت يوم تعطي لشخص هذه الوكالة وعنده حرية التصرف أو الأحقية في التصرف في أمورك، فكيف أنت تضمن أن هذا الشخص في حال أن احتال عليك مثلا أو تصرف بطريقة غير قانونية؟ هذه في حال إذا مثلا على حسب ما قلت من فقرات العبارات الموجودة بالوكالة، إذا في فقرات مو موجودة بالوكالة فهو ما يقدر يسوي أي شيء. إذا خبرنا هذه الفقرات يعني وضح لنا شوي عن هذه الفقرات. يعني فقرة مثلا إن أنت الشخص بس أنك تخلص معاملة معينة حلو. في دائرة معينة جميل. أو إن تكون المعاملة هذه في جميع الدوائر المحلية أو الحكومية. طيب. إنما في أشياء ثانية بيع والشراء وما لا شو، هذا طبعا بيأثر على الموكل. طيب. والوكيل ما يقدر يستغل الوكالة في الأشياء هذه إلا إذا في حال مثلا مكتوبة مذكورة بالعبارة. طيب خلينا نتكلم عن بعض الأمثلة المكتوبة. اليوم أعطينا لشخص وكالة أنه يقوم بأعمال هذا الفلان أو هذا الشخص المادية على سبيل المثال، وتمت بعض السرقات أو بعض التجاوزات. طيب في الوكالة مكتوب أن أنت موكل تقوم بمثل هذه الأمور. إيه نعم. والفلوس أصبحت عند هذا الشخص الموكل. إيه نعم. طيب كيف أنا استرد فلوسي؟ يعني الآن المسألة القانون يقول لك أن أنت معطي وكالة. طيب كيف أنا أضمن حقوقي؟ إيه تضمن حقوقك بقضية مثلا، أول شيء أنك أنت تلغي الوكالة عن طريق كاتب العدل. جميل. زين. حلو. بعدين ثانيا ترفعها دعوة إلى المحكمة المختصة من بعد ما تبليغ الشخص أنه فعلا اتلغت الوكالة. جميل حلو. فهني ترفع الدعوة أنت مدنيا، تطالب الحق المدني، تطالب التعويض، تطالب بأضرار حصلت معاك مثلا. حلو. فهذا من حقك يعني. طيب أستاذي أنا اليوم ألغي الوكالة، هو خذ الفلوس وراح. صح. طيب الإلغاء تم بعد العملية، يعني لو كان الإلغاء قبل العملية ممكن أنا حقوقي كلها أخذها بالتفصيل. طيب كيف ممكن أطالب؟ لأن أنت في هذه الفترة يعني يقول لك أنت أعطيته وكالة لذلك أنت تتحمل، صح ولا لا؟ طبعا طبعا أكيد، لأن لا هي في الدعوة هذه في حال لو هو ألغى الوكالة. عرفت كيف؟ من بعد ما ذاك نصب عليه بأي حق مالي هو يرفع دعوة عادية تمشي ما في أي مشكلة فيها. جميل. وشو جميل. شو ممكن تكون نتيجة هذه الدعوة؟ كتعويض مالي، لأنه هو يعتبر خيانة أمانة. حلو. إن أنا وثقت بك وعطيتك وكالة على أساس أنك أنت تقوم بعمل مالي وما شابه ذلك. حلو. إنما هذه تعتبر خيانة أمانة بالقانون. طيب هذه الوكالة عفوا محمد، في حال بعض الأشخاص ممكن يدعون هذا الشيء، يعني ممكن اليوم أنا أعطي على سبيل المثال وكالة لأخوي محمد مثلا وأقول مثلا أنه نصب علي وأنا ألغيت الوكالة حتى أني أحصل على تعويض من الدولة. كيف اليوم يتم الكشف؟ حتى ممكن أحيانا الموكل نفسه يكون يحتال في مثل هذا الموضوع. لا الموكل طبعا أكيد، لأن المحكمة ما راح على طول تحكم. تنظر في الدعوة هذه إلا في حال لما أنت تثبت لي أن هذا الريال خلص معاملتك وخذ الفلوس. طيب فلازم يكون في إثبات أساس معين بالدائرة اللي أنت رحت فيها. طيب أستاذ حبيب، متى تلغى يعني الوكالة فوريا؟ هل في بعض النقاط أن ممكن الوكالة خلاص تلغى حتى من دون ما أروح ألغيها بالاتفاق بيني وبينك؟ لا، إذا ما تلغت عن طريق كاتب العدل ما تتلغي، ما تلغى، تم سارية المفعول حتى لو فيها تجاوزات. لو حتى لو فيها تجاوزات. طيب نعم. جميل. نصائح أخيرة تقدمها لمثلا مقبلين على أنهم يسوون وكالات لبعض الأشخاص؟ والله النصائح الأخيرة أنا أقول لك يعني بصراحة، إذا أي واحد يبي يسوي وكالة على الأقل العبارات في الكلمات الموجودة بالوكالة زين، أهم شيء أنها تكون موجودة. يعني أن أنا أريد مثلا أخلص معاملة بس، ما أريد أن أنا أكتب مثلا إضافة إلى بنوك، إلى صح فلوس، إلى مبالغ ثانية. طيب والبنود المفروض أستاذي أساس نختم الفقرة تكون محددة؟ يعني أنا مثلا إذا كتبت تخليص معاملات ممكن أحددها؟ لأن مسألة أن أفتح الموضوع ممكن يسبب لي مشاكل. طبعا أكيد. صحيح؟ لا أكيد طبعا، مثل ما فهمتك أنا على أساس أن شو أهم شيء أن تخليص معاملة تخليص معاملة. متابعة متابعة بس في دوائر معينة ممكن تحديد أسماءها نعم نعم نعم. طيب إذا نحن شاكرين لك أستاذي وجودك معنا، إن شاء الله الكل خذها بالنصائح اللي يعني قدمها الأستاذ. عملية الوكالة مهمة جداً. يعني تخليص المعاملات وأيضاً استغلال الوقت، ولكن قد تتحول في حال بس في حال أستاذ إذا توفى الشخص الموكل تتلغي أوتوماتيكياً على طول. إي نعم. طيب جميل جداً. الشكر مشاهدينا الكرام وصول الأستاذ حبيب ولاد، مستشار قانوني وعضو في جمعية الإمارات للمحامين، وهو أيضاً محكم تجاري ودولي. شكراً لك أستاذي. شكراً جزيلاً لوجودك. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمر معكم، ولكن بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. تعتبر رياضة الكونغ فو من أرقى وأجمل الفنون القتالية، فهي ليست كأي رياضة لاحتوائها على العديد من الأسرار والمهارات المختلفة والأساليب القتالية المتنوعة التي تعتمد على وحدة الجسد مع الروح. معنا اليوم ما طبعا مشاهدينا حتى نتكلم بشكل أكبر عن رياضة الكونغ فو الأستاذ سيد محمد السيد، هو خبير كونغ فو وأيضا بطل العالم سابقا في الكونغ فو. حياك الله، صباح الخير. يا مرحبا وسهلا، سعيدين بوجودك ويانا. حلو العنوان اليوم، حلو الفقرة. بس فقط حديث، يعني بس كلام، يعني ما في كونغ فو في الاستوديو. كونغ فو في كلامنا في كل وقت معنا الكونغ فو. لا معاك انت يا استاذ. معنا احنا على طول، هو البيست فريند. طيب استاذ، خلينا في البداية نبدأ عن عملية النشأة، متى نشأت الكونغ فو؟ هي الكونغ فو ولا الكونغ فو؟ الاسم الصحيح. الاسم الصحيح هم الأوروبيين أطلقوا على الكونغ فو. هي مساج الكونغ فو اسمها الوشو. شو اسمها؟ الوشو. الوشو. طيب. الأوروبيين هم اللي أطلقوا الاسم ده. حلو. طيب. الأوروبيين أطلقوا لما روحوا كان بروحوا الصين شوية سموا الكونغ فو. طيب. خلينا نتكلم عن نشأتها، وين بدأت في البداية؟ هي بدأت في الصين في مقطع اسمها خنان. حلو. طيب متى؟ ديت من قبل 3500 سنة. جميل. قالوا مؤرخين، وفي قالوا 7000 سنة. بس هو صحيح 3500 سنة. جميل. طيب بما أن نتكلم يعني في هذه الفقرة عن أصل الحكاية وعن أصل هذه اللعبة، أول شيء خلينا نأخذ الاسم الكونغ فو أو الوشو. الوشو. ما معنى، هل تعرف معنى هذا الاسم أو كيف تم اختياره لهذا اللعبة؟ الكونغ فو سموه يعني الجهد والوقت. والووشو فن استعراض قتالي روحاني. حلو، جميل. فن استعراض قتالي روحاني، والكونغ فو هي لعبة روحانية قد ما تكون لعبة قتالية. طيب كيف يعني روحانية؟ روحانية في كل حاجة، روحانيتك، الزهد في حياتك، روحاني في كل حاجة. طيب الروحانية بتاعت اللعبة. كل حاجة تبقى الإنسان روحاني كده، تبقى عندك الإحساس بالإنسان اللي قدامك، في كل تبقى يعني بيسموه تبقى هادي خالص، غير انسان تلاقي واحد تنشن. لا هادي جدا. هادي. ولك كن كالماء. جميل. ما عامله زي الماء، شوف الهدوء، تبقى هادي. لما تهيج مشكله. لا احنا من الحمد لله ما فيش الكلام ده عندنا. جميل. هي لعبه هاديه. الكونغ فو بتنمي الروح اختي. بتنمي الروح. طيب بتنمي الروح. احنا دائما نشوف يعني من خلال حتى الصور اللي تعرض الان استاذي على الشاشه، يعني هذه الصور تبين حتى من يمارس هذه الهوايه هادي جدا، وعمليه التنقل من حركه لحركه تكون هادي. استاذي هي بقى روحانيه قبل ما تكون لعبه قتاليه. جميل. ودي اللي مميزها عن فنون قتال العالم كلها. هي لعبه روحانيه. طيب هي هل يقصد فيها الدفاع عن النفس ولا الهجوم؟ دفاع عن النفس اساسا. دفاع عن النفس. دي ليها قصه كبيره. طيب نسمعها. حضرتك كان من 3500 سنة كان يسمى بوزا، الاسم الأصلي بتاعه هارو راما بوزا، ابن إمبراطور الصين. جميل. ده كان زاهد في الدنيا بيدعو للسلام والتقشف. طبعا ولي العهد يكون زاهد في الدنيا ويدعو للسلام والتقشف، لأنه مش هينفع الكلام ده، خيره لا تبقى ولي عهد لا تطلع. طلع وراح للغابة. حلو. طلعوا جماعة عليه قطعوا الطرق، خدوا أكلهم وشربهم وكل حاجة بدون أي حاجة. جميل. قعد 9 أيام يتأمل. طلع قال لي جماعته إيه؟ لفوا في الغابة وابحثوا لي عن الفوكوين لانكوين سيركوين. اللي هو القرد، النمر، التعبان، وقلدهم حركاتهم. قلد الحركات ديت. القرد والنمر والنمر والتعبان. ايه ده اسمائهم الفولكوين؟ فيكوين، لانكوين، سيركوين. فولكوين والناكوين والسيركوين. اوكي. طيب. عشان عاوز يجمع بين ذكاء الانسان وشراسة وقوة الحيوان. جميل. من خلال الكلام ده عمل معبد. وناس كتير فهمت وراح درسوا عنده وفهمت بثقافته وكل حاجة. في الوقت ده الامبراطور عرف بالموضوع ده، هاجم المعبد. هدوا المعبد. هو هرب، الفيل اللي مات والفيل اتسجن. حلو. في اللحظه دي حصل هجوم التتار على الصين. اجتياح التتار للصين. صحيح. ده اللي حصل. الابن ما عرف اللي ابوه حصل كده الموضوع معاه ده. ابوه يعني راح خد 19 واحد من الرهبان عنده. الرهبان. وساعد ابوه مع اللي معاه وحرروا الصين.
ابوه عشان اللي عمله ابنه ده عامل مع معبد شاولين، بنى له المعبد الثاني وسموه ليه معبد شاولين، لاعظم راهب كان عنده اللي ابدع في الثلاث اساليب فوكوين لانكوين سركوين، وسموه معبد شاولين ده الاساسي. وحاليا في الصين ليه 5 معابد. طيب جميل. طيب جميل. جميل، خلينا احنا اخذنا القصه كيف كانت وعمليه النشاه. طيب شعار الكونفو اللي هو اليم واليانج. ايوه هو اليم واليانج بمعنى ده الخير والشر، اي حاجه في الدنيا اسمها الخير والشر. اليين واليانج دي باللغه الصينيه. طيب في رسمه لهم صح؟ في طبعا الرسمه اللي اسمها هي الدايركت دوت. اها بس طيب هذا الشعار مشهور. طيب الحين تكلمتنا عن يعني عن اصل هذه الحكايه الكونغ فو، لكن هاي السنوات قلت لي 3500 سنة. طيب من 3500 سنة لين اليوم شو مراحل المراحل اللي مرت فيها هذه اللعبه وتطورها؟ تطورها غير عادي غير عادي. مدارس في جنوب شرق اسيا من اندونيسيا لتايلاند لكوريا لهونغ كونغ كله خد مدرسه تبع الصين. كله مدارس فهمتين، كله عمل مدارس اساسيه هي عندهم طبعا اساسيه. طيب وحاجات بقت حاجات بتدرس في الجيش الصيني دي ادوات الحربيه. جميل. طيب هل الاساليب متنوعه ولا نفس الاسلوب؟ كانت متنوعه يا استاذي، فيها من بالضبط اساسا 164 بقى 168 اسلوب. 168 اسلوب. طيب كم تتقن منهم؟ مين انا؟ ايه؟ انا السافر. اي درس في الكونفو لو رضيت عن نفسك يوم خلاص انتهيت. انا ده شعارنا. طيب جميل. جميل جميل. طب شو اهداف هذه اللعبه؟ اهداف الكونفو؟ الكونفو هي 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 هقول لك للصحه العامه وروحانيه اكتر. حلو. بس ما حدش يتعدى حدوده معاكي. اها يعني يكون حذر معاك. ما حد انت بتسافري بتروحي بتيجي ما حدش بيجي فيكي. اها حلو. معاك اولادك بتحمي نفسك. طيب جميل. فيها تدرج ايضا في مرحله التمرين يعني طبعاً. اليوم اللي شفنا في الكاراتيه في الحزام الاسود والحزام كذا والهذا، في الكونغ فو في ايضا هذه الاشياء. استاذي في بقول لك مراحل متعدده كثير مراحل. حلو. في مرحله اولى في احزمه في الحزام الاصفر ده 1 و2. حلو. 1 و2 مش كل واحد شايل حزام اسود يقول لك ده بطل. اها لا، البطوله مش في الحزام. لو اتمرن لو فكر في الحزام مش هيبقى بطل. صحيح. نعم. لازم انه يتقن المهارة. لازم الاستاذ الفيلنج الاحساس يكون صحيح. الاحساس مهم. جميل. جدا. الروحانيه مهمه جدا. نعم. طيب بما ان تدخل يعني فيها الروحانيه، يمكن يميز الكونغ فو عن غيرها من الالعاب القتاليه انها ما فيها العنف، يعني ما فيها المشاكل حضرتك. صحيح. الكونغ فو قلت لك في كلامي كونغ الماء. الكونغ فو تتميز عن فنون القتال عامه اللي هي في 4 حاجات. أربع حاجات اللي هي النعومة. جميل. النعومة. القوة. حلو. الشرازة. الروحانية. أها جميل. أنت خوفتني، جيت من النعومة قلت كيف كونفو. هذه البداية اللي فيها. الكونفو بسموها السهل الممتنع. أها جميل جدا. السهل الممتنع. طيب هل تحتاج أن واحد يكون عنده بنية عضلية كبيرة ولا نفس ما قلت؟ أنا قلت لك الروحانية. أي الكونفو اللعبة الوحيدة لأي جسم وأي سن يلعب كونفو. اي رياضه في العالم يقول لك تعالى من سن كذا لسن كذا تلعب كونغ فو. نعم. ده من سن 5 سنين لازم تلعب جمباز. من سن 8 خلاص انت خلاص بقت شيبه مش ينفعش تتدرب. اوكي. كونغ فو ما فهمش الكلام ده كله. طيب. نعم. طيب سيد كيف تسلمون على بعض؟ كيف تنهون الـ 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 بعد التمرين كيف تنهون؟ زي كده. كيف شو تسوي؟ سيفو. طيب عيدها مره ثانيه. سيفو. استاذ نادر يسوي. طيب يعني هذه صح هذه الحركه سيفو. طيب احنا سيفو استاذ سيد نشكرك على وجودك معنا في الحلقه. ان شاء الله نكون كالماء معك. نكون كالماء. طيب الله يبارك فيك. الله يبارك لك. شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. على وجودك ويانا خبير الكونغ فو الاستاذ سيد محمد السيد. شكرا على وجودك. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين. حياكم مشاهدينا الكرام من فقرة كونغ فو
إلى فقرة التغذية. في هذه الفقرة مشاهدي الكرام نتحدث عن يعني بعض الأغذية الجميلة جدا. لكل دواء أو لكل داء دواء، والوقاية خير من قنطار علاج، حكم تربينا عليها لكننا نجهل علاقتها بطعامنا وغذائنا. فالغذاء الصحي ضمان لحياة صحية خالية من الأمراض ووقاية من أي مشكلة تهدد أجسادنا. الحديث أكثر مشاهدين الكرام عن الأغذية التي تضمن صحتنا، معنا مشاهدين الكرام في الاستوديو الدكتور أحمد سامي عبد الغني، أخصائي تغذية. حياك الله دكتور وصباح الخير. صباح الخير. حياكم. أهلا وسهلا. طيب خلينا نتكلم عن بعض الأغذية جميل جدا لتضمن صحة الجسم وسلامته، وأيضا تساعد في عملية الحفاظ على الصحة. يمكن احنا لو قلنا عملية إطالة العمر، العمر بيدرب العالمين، ولكن المحافظة على هذا العمر. أي غذاء صحي قوته بتكمن في مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه. جميل. مضادات الأكسدة عاملة زي السعرات بالضبط، زي الكالوريز اللي في الأغذية. أي غذاء بيقاس بعدة نقاط. الناس اللي هي ربنا بيديها طول العمر بتعدي 100 سنة، الناس المعمرين، لما بحثوا الخبراء قال لك ان هم بيتناولوا يوميا ما لا يقل عن 6000 بوينت في اليوم. حلو. من الاغذيه اللي هي مضاده للاكسده. فبينصح الخبراء بتناول حصه واحده يوميا من 3 انواع من الانواع اللي انا هقول لك عليها دي. طيب. عشان الانسان مننا يبقى اصغر ب10 سنوات. طيب. زي الخردل، زي الكركم، زي البروكلي. حبه حبه عشان نسجل معك. طيب تفضل قول لي دكتور، يلا اعطيني شو اسمه. انا عايز الفقره صغيره، انا عايز اديك معلومات كتير. لا بس الاسماء. الاسماء الثلاثه اللي قلت لي الثلاثه انا على اقل ثلاثه من اللي انا هقول لك عليهم. طيب. يا اما التوت البري، الفراوله، الكرز، اللوبيا، السلمون، في حاجات كتير. لو هقعد اقول لك لحد اخر الحلقه. طيب جميل. ثلاثه من الانواع دي كلها. طيب. على الاقل يوميا ثلاثه. جميل. احصى واحده من ثلاثه دول. طيب جميل. طيب انت ذكرت الحين من خلال كلامك قلت ممكن ان الشخص يبين يعني اصغر مثلا. تمام. بسنوات، يعني هل اليوم اتباع حميه غذائيه صحيحه ممكن يقلل من ظهور علامات تقدم السن؟ أكيد. اتباع حمية غذائية بيوصل خبراء بتناول يوميا على الأقل 5 حصص من الخضروات والفاكهة. جميل. لما تحتوي من مضادات الأكسدة. لكن منظمة الصحة العالمية بتفضل أن يكون الحصص دي من 8 إلى 10 للوقاية من السرطان وأمراض أخرى. نعم. تمام. مهم جدا في الأغذية دي أن هي تكون فيها مضادات الأكسدة. دي أهم حاجة، أن مضادات الأكسدة دي هي اللي بتقي من أمراض كتير جدا. معظمها 90% من الأمراض بسبب ان مفيش مضادات اكسده احنا بنتناولها عن طريق اللي هي موجوده في شو؟ في اغذيه بتحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده، زي عندك التوت البري اللي هو البلو بيري. ده بيحتوي على مضادات الاكسده كتير جدا. عندك السلمون. السلمون المفروض يعني اسبوعيا على الاقل حصتين من السلمون اسبوعيا، وجبتين. السلمون بيحتوي على اوميجا 3، دي بتقي من الالتهابات وامراض القلب وهكذا. نعم. في عندك بالنسبه للبذور، في عندك الفلاكسيد اللي هو بذر الكتان. بذر الكتان ده موجود فيه، بيحتوي على الالياف، بيحتوي على مضادات الاكسده، بيحتوي على الكالسيوم. في الكينوا. الكينوا ميزه الكينوا ان هي فيها بروتين هاي بيولوجيكال فاليو، بروتين يعني بروتين عالي في القيمه الغذائيه، زي البروتين الحيواني. البروتين الحيواني بيبقى فيه احماض امينيه اساسيه كلها موجوده في البروتين الحيواني، لكن البروتين النباتي دايما بيبقى ناقص، ممكن حمض امينه او 2. لكن الكينوا موجود فيها جميع البروتينات الايه الاساسيه. تمام. ده بالنسبه للاغذيه اللي احنا قلناها. طيب الان عمليه اختيار الاغذيه، يعني اليوم خلينا نشخص حالتنا بالوطن العربي. اكلنا صحي، حياتنا صحيه، هل سوف نجد معمرين؟ يعني اليوم اذا انت تكلمت عن المعمرين فاغلبهم في اليابان. يعني لا، هو في عندك في عندك في اليابان اللي هي اوكيناوا. في عندك اصلا 3 بلاد في العالم هتستغرب من اخر واحده، اليابان وايطاليا وامريكا. امريكا اللي هي فيها فاست فود وجانك فود اللي اساس اصلا في الكلام. صحيح. بالنسبه لليابان في بلد اسمها اوكيناوا. اوكيناوا لما جم الخبراء يبحثوا قال لك ان هم بيعتمدوا في غذائهم اعتماد اساسي على منتجات الصويا. صحيح. بيعتمدوا على عارف انت اللي هو الاغذيه اللي بنسميها القوس قزح دايت. اللي هو الملونه، يعني دايما الخضروات بتاعهم او طبق السلطه او الاكل بتاعهم دايما ملون. دايما في جميع الالوان. بالظبط. يوميا بياخدوا او بيحصلوا على 1200 سعره حراريه. متوسط الشباب ممكن ياخد 2000 سعر. صحيح. لا هو بياخد 1200. جميل. كل ما قلت السعرات كل ما ربنا اداله طولة العمر
وفي نفس الوقت بصحه جيده، مش طول العمر عنده امراض لا وبصحه جيده. طيب ارجع مع غذائنا اللي ناكله، العيش والبرياني والدهون وكذا، الامور اللي تشوفها دائما، هل بنشوف معمرين في الوطن العربي ولا المساله صعبه؟ ربنا يدينا طول العمر. لا الله يعطي طول العمر للجميع، ولكن من خلال النظام الغذائي اللي نتحدث عنه يعني الانظمه اللي احنا ماشيين فيها، هل تساعد ولا صعبه؟ لا في موجود في الوطن العربي معمرين، بس مش زي المناطق اللي انا بقول لك عليها دي، زي اوكيناوا وسردينيا في ايطاليا ولوما ليندا في امريكا. المناطق ديت عشان النظام الغذائي بتاعهم صحي، ممكن تلاقي عندنا مثلا في الكرة، مثلا عندنا في مصر ممكن تلاقي واحد عنده اكتر من 100 سنه صحيح. لما تيجي تبحث عنه تلاقي ان ما فيش حاجه اسمها يخش السوبر ماركت ويجيب معلبات ويجيب حاجات، لذلك انت ربطتها بالقرى بالحياه الطبيعيه. بالظبط. وحتى صحتهم تختلف، حتى المعمرين بالزبط. يعني اليوم المعمر اللي عمره 100 سنه عندنا في الوطن العربي غير اللي عمره 120 او 125 مثلا في الصين بالزبط. او كذا تلاحظ حتى تحركه ما يعاني من بالزبط. من امراض. طيب بما اننا نتكلم عن الامراض بشكل عام، شو اكثر الامراض اللي ممكن تهدد حياه الانسان بسبب الغذاء السيء؟ شوف المعده بيت الداء، معظم الأمراض في الوطن العربي في القرن 21 سببها ما ندخله في معدتنا. معظم الأمراض بسبب اللي احنا بناكله تمام، اللي احنا بناكله. لو جيتي بصيت على الأغذية اللي موجودة في السوبر ماركت هتلاقي معظمها معمولة في مصانع الكيمياء، حاجات مش طبيعية. زمان كنت تلاقي كل حاجة طازة، ما كانش فيه مبردات، ما كانش فيه طرق حفظ، ما كانش فيه مواد حافظة، الحاجات دي كلها. لكن دلوقتي أصبح كل حاجة مصنعة، تخش السوبر ماركت تلاقي كله مصنع. صحيح. جزء بسيط جدا اللي هو الايه الفريش، تلاقي جزء بسيط جدا في السوبر ماركت اللي هو الفريش، واللي واقفين عندنا حسهم غريبين. بالظبط عليك، كله لازم معلب، والشكل والمنظر والطعم وهكذا. طيب يعني اعتقد من خلال كلامك احنا نفتقر لهذه الثقافة، يعني النظام اللي احنا عايشين فيه، الأسواق، المنتجات، السوبر ماركت بشكل كبير اليوم اللي يعطيك حتى فرصة لعملية التسوق بشكل سريع، مفروض هي وصفة الأم تقوم فيها من الصغر ونقلها للأبناء. تمام. صحيح. ومفروض كمان في المدرسة، بس الكلام ده ما بيحصلش. مفروض جميل. في المدرسة أصلا يبقى في مادة تغذية، الناس تعرف، الناس ما بتبطلش أكل، ما فيش حد ما بيأكلش تمام. يعني ممكن انا ادرس اي ماده، بس ماده التغذيه الناس كلها بتاكل، لازم ماده التغذيه على الاقل خالص اساسيات التغذيه يبقى عارفها الايه الواحد لما يكبر وهكذا. فكره جميله، جميله جدا. تمام. نعم. طيب الحين نحن نتكلم بشكل عام عن الأغذية. اليوم الشخص يعني في أمور ما نقدر نقاومها، نعرف أنها مثلا ممكن تكون سلبية علينا، فيها دهون كثير، فيها سكريات كثير، لكن ما نقدر نقاومها، ممكن نتناولها أكثر من مرة في اليوم. الشخص اللي ما يقدر يقاوم هذه المغريات، كيف ممكن أنه يعوض بصورة أخرى أو يوصل لجسمه الغذاء اللي محتاجه؟ شوف الشخص ده، انا هقول له مثل كويس جدا، if you can't read it don't eat it. لو انت داخل السوبر ماركت مش عارف تقرا المنتج ده او الليبل اللي موجود على المنتج، مش عارف المكونات، ما تاكلش. طيب ده يقرا وما يعرف اصلا هو شو المكونات. انت هتلاقي المكونات كلها، مثلا لو مسكت كيس شيبسي هتلاقي مثلا محسن نكهه I-551 صحيح، هتلاقي I-621، هتلاقي منع تكتل I-551. هذه المعلومات تكون موجوده، لكن الشخص احيانا يعرف يجهلها. يعني لا، واحيانا يعرف، انا عارف ان هذا الشيء مضر، مثلا عارف انه في دهون، في سكريات، في ممكن هذه الامور، فبالتاكيد انا مثل ما اخذ الشيء السلبي لازم اعوض بشيء ايجابي على جسمي. عارف ان الحاجات دي مضره وبرضه بتروح، كلنا ما ننكر هذا الشيء. اليوم ما ناكل شيء مثل ما في ملونات، ما في سكريات. هديك مثال على كيس الشيبسي برضه. في شفت انت الكرانش اللي هو الصوت ده؟ صح. ده معمول دراسات، معمول له دراسات. ليه؟ عشان تستمتع وانت بتاكل، تخلص كيس تبقى عايز تاخد الثاني والثالث. اغلب الحملات التسويقيه ما تركز على المنتج، تركز على هذا الصوت. بالظبط. فدايما بننصح اي حد داخل السوبر ماركت يبقى داخل شبعان مش جعان. صحيح. لو داخل جعان اي حاجه كل ما هيشتهي حاجه، فكلما اشتهيت هي كده. تخش السوبر ماركت، بجد خش السوبر ماركت كل ما يشتهي حاجه ليه جعان، ممكن يعبي الترول قد كده ليه؟ لانه جعان. طب لو شبعان مش هيبص للاكل قد كده زي ما هو جعان. عليك نور. وحتى ميزانيته تكون الميزانيه تخف شويه، تكون موفر. طيب خلينا نوجه نصيحه لل لعبور رياضة تمرين، عندنا وقت صح عمنا؟ هي. طيب للي يتمرنون
تمارين بدنيه بشكل كبير وياخذون المكملات الغذائيه. هذه المكملات الغذائيه ينصح بها انها وجبه اخرى للوجبه اللي انت تاكل اليوم. اذا انا اكلت عشاء فاذا شربت بروتين هذا بروتين كانه عشاء مضاعف. فهل هذا صحيح ولا ممكن؟ لا دي حقيقه. هو البروتين ده اللي هو الموجود في المكملات الغذائيه دي اصلا اساسه ايه؟ الحليب والبيض. دايما اي بروتينات هتلاقيها موجوده هتلاقي المصدر الرئيسي ليها الحليب او البيض. ليه؟ لانه البروتين اللي فيه زي ما قلنا في الاول هاي بيولوجيكال فاليو بروتين. حلو. بروتين عالي القيمه الغذائيه فالجسم بيمتص منه اكبر كميه ما يبقاش فيه فاقد. حلو. تمام. فانا خدت المستخلص بتاعه يبقى انا خدت كده عشاء. طيب هل مضره؟ يعني كثير من الدكاتره كانوا ينصحون ان لا تستخدم بعض الانواع او لا تستخدم هذه الاشياء خليك بالاكل الطبيعي. لا هو البروتينات يعني صحيه شويه اكتر من الحاجات اللي هي فات برنر. الحاجات اللي هي فات برنر اللي كارناتين والحاجات منتجات معينه كده فات برنر ديت هي اللي بتعمل خلل في عمليه الحرق. صحيح. بتعمل خلل في عمليه الحرق. انما البروتينات ممكن صحيه شويه عن الفات برنر. طيب استخدام البروتين من دون تمرين ياثر؟ لا هيأثر طبعا. طيب ليش؟ البروتينات عشان تمتص كويس لازم انت تعمل رياضه. وعشان العضل يكبر مش هيكبر اثناء الرياضه، بيكبر اثناء الراحه. يعني مثلث الصحه دايما بنقول ان هو ايه؟ مثلث الصحه الحركه الصحيحه والاكل الصحيح والراحه. الراحه بتشكل 33% من الايه؟ مثلث الصحه اللي هي من ضمنها لازم لازم ان انا اخدت بروتين، لازم العب رياضه، لازم اريح، لازم انام. نعم. النوم نفسه مهم جدا 33%. صحيح. طيب بناخذ هذا الاتصال ويانا من المملكه العربيه السعوديه عبد الحميد. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا مرحبا. الله يحييك. بارك الله فيك. زي الفلارك صباح الاخ محمد وعلى الدكتور علي الفرد. حياك الله. الله يحييك. تفضل عبد الحميد. دكتور بالله ايش الكيو هذا؟ ما اعرف ايش الكيو هذا اللي يقول عليه. الكينوا. الكينوا. نعم. تمام. طيب وفي حاجه ثانيه اسمها ماده اسمها دي اي تي اي موجوده في محلات زي الاغذيه العشبيه. وفي بالنسبه لزيت السلمون يعني هل هو مفيد زي السلمون ولا بختلف عنه؟ طيب جميل جميل. نعم. يا عبد الحميد شكرا. نعم. شكرا لك. على ان شاء الله تاخذ الاجابه. للعلم الاختامه كانت من الصبح تسالني تقول لي اسال الدكتور على الكينوا نفسها. تمام. الكينوا دلوقتي كل عمال يتكلم الكينوا الكينوا تلاقيها انتشرت حتى في الاسواق وهكذا. الكينوا بتعتبر من الحبوب زي الرز وزي الشعير وزي الحاجات دي. بس الكينوا زي ما قلت ان هي البروتين بتاعها كامل. يعني انا باخد الحبوب كربوهيدرات، معظمها معظم الحبوب النسبه الاكثر فيها كربوهيدرات بمصدر رئيسي للطاقه. لكن البروتين زي ما قلنا في بروتين نباتي وفي بروتين حيواني. البروتين الحيواني الجسم بيستفاد منه بنسب اعلى من البروتين النباتي لانه فيه كل الاحماض الامينيه الاساسيه. جميل. لكن البروتين النباتي دايما بيبقى فيه ناقص حمض امين او اثنين. طب الكينوا موجود فيها الاحماض الامينيه. في فرق بين الشوفان؟ اه طبعا انا بتكلم في البروتين. طيب حلو. هذه ايضا بيشتركوا مثلا في الالياف في الفيتامينات وهكذا. انما البروتين لا، البروتين في ممكن بيبقى بديل للرز وبديل لكذا وفي نفس الوقت يديك بروتين. طيب السؤال الثاني للاخ عبد الحميد اللي كان يتكلم عن بعض المسميات او المصطلحات. ما اعرف ذكر اسم معين. بي اتش ذكر اعتقد. لا الاسم انا ما سمعتوش. طيب حلو. طيب اتكلم هو عن السلمون على اساس هو ما تابع الفقره من البدايه. طيب. زيت السلمون. طيب بالنسبه للسلمون هو بيتكلم ان السلمون الفريش غير السلمون المعلب. انا سمعت حاجه لا 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 يقول لك زيت السلمون هل نفس مفعول مفعوله نفس مفعول السلمون الطازج؟ زيت السلمون الاوميجا 3 اصلا ديت نوع من انواع الدهون الاحماض الدهنيه. زيت السلمون بيبقى مركز فيه الاوميجا 3. تمام. فبيبقى مستخلص برضه من السلمون. فهو نفس فايده السلمون. تمام. بس انا كده استفدت بس من اوميجا 3 لكن ما استفدتش من البروتينات. ما استفدتش من فيتامينات ثانيه واملاح معدنيه موجوده. في السلمون. فلما باخد السلمون طبعا بستفاد اكتر. لكن في واحد مثلا بياخد الاوميجا 3 عشان التهاب مثلا الالتهابات اللي عنده او عشان صحه القلب او هكذا بياخد زيت السلمون ده يضيفه على السلطه ده كويس ده عشان ياخد منه الفايده بتاع الاوميجا 3. جميل جميل. شكر مشاهدينا الكرام في هذه الفقره موصول للدكتور احمد سامي عبد الغني اخصائي تغذيه. شكرا لك دكتور. حياكم والله يعطينا طولة العمر. ربنا يبارك ان شاء الله. يعني نصائحك الجميله وصلت للمشاهدين. فقط هي عمليه تاسيس في البيت وفي المدرسه. وفي المدرسه مهمه. شكرا دكتور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه. شكرا لفريق البرنامج وايضا لنا لقاء اخر والختام كالعاده مع زميلتي بهيثا. اكيد موعدنا يتجدد وياكم باكر ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت الامارات وحلقه جديده من برنامجكم صباح الشارقه.
في النهاية تحياتي أبو هيثم ومحمد الفرجاوي وطاقم العمل، منتج فني لهذا اليوم آمنة الكتبي، وتحيات كل طاقم العمل، وهذه الحلقة من إخراج المتميز دائما رائد الدلاتي، ونشوفكم على خير في أمان الله.